بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور كريم أحمد نبيل أنور، رئيس قسم طب أسنان الأطفال والصحة العامة بمجمع عيادات وأكاديمية الدكتور أمجد الحقيقي فرع الدمام، وعضو الجمعية المصرية لطب أسنان الأطفال. هنا في المركز بنتكلم عن حاجة مهمة جدا، واللي يعنينا هي الاهتمام بالعناية بالصحة الفموية لأسنان الأطفال بداية منذ الولادة. لازم يكون في زيارة دورية عن طبيب أسنان الأطفال مرة كل 6 شهور، والزيارة بتبتدي لما يكون الطفل مع أول ظهور للأسنان عمر 6 شهور. وده ليه؟ عشان نكون بنقلل من الإصابة بالتسوس، عشان يكون في متابعة دورية للطفل. هنا في مجمع العيادات بنستقبل علاج حالات جميع الأطفال بجميع الأعمار. احنا بيكون عندنا في كذا طريقة لمعالجة الأطفال. الطريقة الأولانية اللي هي الطريقة التقليدية، إن أنا لازم أبتدي أحبب الطفل في زيارة طبيب الأسنان. لازم أبتدي يكون في ألفة وفي صداقة ما بيني وما بين الطفل، بحيث بخلي الطفل إنه يصبح صديق الطبيب. وده بيتم عادي على الكرسي، إن الطفل يقعد ونبتدي نشتغل معاه ويكون في ألفة وحب ما بيننا وما بين الطفل. الطريقة التانية اللي هي الطفل اللي عنده خوف من طبيب الأسنان، وده أمر بديهي جدا عند معظم الأطفال. ده بيتم عن طريق استخدام جهاز ما يسمى جهاز الغاز الضحك، او الجهاز المهدئ للاعصاب، او ما يسمى باللغه العلميه كونشس سيديشن، او التخدير الواعي. وده بيتم تطبيقه داخل العياده بدون ادنى مشكله على جلسات. الطفل بيبتدي يستنشق الغاز اللي هو غاز ثاني اكسيد النيتروجين، يبتدي يخش في مرحله من مراحل السيديشن او الهدوء، يبتدي يبقى ريلاكسد، اصبح زي الطفل الطبيعي جدا، يقدر يتثنى لنا ان احنا نقدر جميع المعالجات بدون اي مشكله، بس طبعا ده بيكون على جلسات. اما الطريقه الثالثه فدي للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، ودول لهم طريقه خاصه جدا في التعامل. ده بيبقى عنده صعوبه جدا، ان ممكن يكون عنده، مش عايزين نقول تخلف عقلي لان هذا المصطلح مشين جدا ولا بد ان الا يقال، كنت تاخر ذهني، او عنده اعاقه عضليه تمنعه ان هو يقدر يقعد على الكرسي، فده بيتم معالجته تحت التخدير العام. والحمد لله احنا هنا في المركز بنستقبل الحالات دي. كذلك الخوف عند الاطفال زي ما اتكلمنا ان هو درجات. في طفل رافض العلاج نهائيا، رافض ان هو يقعد على الكرسي، ده برضه لابد ان يتم المعالجه تحت التخدير العام في جلسه واحده، ويتم انهاء جميع المعالجات في جلسة واحدة وننتهي من القصة دي نهائيا. كذلك بيتقدم هنا خدمة في المركز اللي هي المعالجة التقويمية الاعتراضية، او الانترسبتيف اورثودونتكس، وده اللي هو التقويم المبكر لدى الاطفال عشان ما نقابلش مشاكل التقويم الصعبة اللي بيقابلها دكاترة التقويم بعد كده. لان في حاجة بسيطة جدا، ان الخلع المبكر للاسنان اللبنية دي مش حاجة كويسة، لان ده بيؤدي الى تأخر ظهور الاسنان الدائمة، وبالتالي يبقى انا لازم اكون محافظ على مسافات الاضراس الدايمة، وده بيسمى المعالجة التقويمية الاعتراضية او جهاز حافظ المسافات. وفي النهاية بنصح بزيارة طبيب الاسنان مرة كل 6 شهور، وتطبيق مادة الفلورايد مرة كل 6 شهور، وكذلك تطبيق مادة السيلنت والتي تقلل من الاصابة بالتسوس، ودي بيتم تطبيقها مع اول ظهور لاول سن دايم. وشكرا جزيلا وعافانا الله واياكم.